راح يخرج خارج المملكة ومفاوضات داخلية. ليش اخترت النصر وليش ما اعتزلت؟ ليش ما اعتزلت؟ نبدأ من ليش ما اعتزلت. يعني ليش ما اعتزلت؟ طب أنا ليش طلبت مخالصة ما طلبت إجازة لنهاية الموسم؟ ما أقدر أرضى بالإجازة لنهاية الموسم وأعتزل بعد نهاية الموسم. عرض عليك الاعتزال؟ عرض علي ونفس الإدارة. المشكلة أنها نفس الإدارة اللي طلبت مني أني أوقع لها على ورقة أنه هم يتكفلوا باعتزالي. أنه هم يقيموا اعتزالي. وفي نفس الوقت جابوا لي ورقة أنه أوقع عليها أنه أنا اللي طلبت أبغى أخرج من النادي، ما أبغى النادي، وأنا رفضت التوقيع عليها. قلت لهم زي ما أنتم سويتوا القرار تتحملوا القرار اللي سويته. هذا بعد ما أصدر القرار وصارت الضجة الجماهيرية. أيوة. قال لك اكتب هالورقة ونحن نسوي لك اعتزال. أيوة. وأنا رفضت بشهادة أبو ثامر يعني كان موجود. حسيت أنهم ندموا على القرار في لحظة من اللحظات قدام الجمهور؟ ممكن قدام الجمهور يعني. أما شيء ثاني لا، ممكن قدام الجمهور عشان يوضح للجمهور أنه نحن. أما غير كذا لا ما أظن. موضوع الـ راح نخلي بوابة باسم محمد نور برضو هذا كلام يعني للجمهور، يعني أسكتوا وخلونا نشتغل. طيب النصر، النصر كيف جرت المفاوضات وليش اخترت النصر ما خرجت برا المملكة، خصوصا كان في الجيش القطري مقدم لك عرض؟ صح ولا لا؟ في الجيش القطري برضو في كان نادي ثاني. يعني ليش اخترت ممكن النصر؟ نادي داخل المملكة منافس لفريقك، يعني كل الناس كانت تقول إذا نور راح يقعد راح يروح نادي خارج المملكة عشان ما يلعب ضد الاتحاد. ليش اخترت النصر؟ والله اخترت النصر صراحة يعني لو أقول لك يمكن أنهينا موضوع النصر في 5 دقائق. كيف؟ يعني برضو كان في نادي عاصمي يعني كنا متفقين، عرفت؟ يعني إنه صار في اختيارات إنه النصر وكذا. هم الهلال والنصر وشباب. في الرياض كمان ممكن نادي الرياض. طيب مين فيهم؟ نادي من الأندية هذه. يعني صارت مفاوضات وكذا، بس جاني اتصال من شخصية نصراوية معروفة. أنا من ال يعني خلصنا الموضوع في 5 دقائق. من الشخصية المعروفة نصراوية؟ شخصية معروفة نصراوية. ممكن نهاية الحلقة إذا تحمست ممكن أقول. بنحمسك للحين. لسه ما سخنا للحين. فخلصنا الموضوع يمكن والله العظيم في 5 دقائق. إيش قال لك الشخصية النصراوية المعروفة اللي تتحمس إن شاء الله وتقول لي من هي؟ خلي لنا سخن بس. طب إيش قال لك طيب؟ يعني اتكلمنا انه ايش رايك تجي النصر والنصر قاعد يعني يشتغل السنه هذه وانت شفت يعني نهايه الموسم كيف يعني النصر كان لا بنفس السنه صح النصر كان ماشي كويس ممكن لعب 6-7 مباريات ما خسر فيها من حضور كارينو النصر قاعد يكسب وكذا فتشجعت يعني وبيني وبينك انه انا يعني قلت لو اروح النصر واحقق بطوله مع النصر يعني هذه ب 15-16 بطوله يعني تفرق معايا مره كثير. ليش؟ كيف ليش؟ انه النصر بعيد عن البطولات من فتره، يعني انه كيف لو انك تجي انت وتحقق بطوله ان الله يوفق ونحقق بطوله مع النصر اكيد هذه بيكون لها مردود مره كبير. ما كنت متخوف شوي من موضوع الجمهور؟ لا بالعكس. جمهور النصر؟ بالعكس، يعني ما عندي مشكله مع جمهور النصر بالعكس، يعني معروف جمهور النصر.